هذه حديقة جوار السكن اخترناها هنا، إن شاء الله بناخذ عليها جولة نشوفها اليوم، تمشى بها العصارية. أهلا، مستمتعين بالحدائق، حلوة الجولة بقى هنا. صراحة الحديقة متعوب عليها، جميلة جدا مناظرها، فيه مقاهي، فيه جلسات، تأجير قوارب، كل شيء فيها صراحة جميل ومتعوب عليها. إن عنا السكن عنا حوالي كيلو 200 متر. حديقة كبيرة والدخول لها شخصين بعشرين روبية، شخصين عشرين روبية، يعني ريال وثلاث هلالات واربع هلالات. تستمتع بهالأجواء حلوة، والبحيرة في أماكن استراحات ومقاهي كلها حلوة صراحة. صراحة حديقة ماتوا فيها الصور النقل، يعني حقها صحيح، روائح الحديقة، أجواها، الشعب هذا الخاسي هذا ولا طلع مطنوخ، ما هو خاسي، ما أدري من اللي يسماهم خاسي، لكن عز الله أنها ديرة حلوة تستاهل العنوة. تمشى مع هالجو، الجو رذاذ، مطر، السلام.
انتهت زيارتنا بيرفلايك لك حبيبة، صراحة جميلة وحلوة، حقت استرخاء بعد الطريق والوصول هنا، جميلة جداً.